انا بشوف هذا البروجكت هو مثل منفس للاولاد الموجودين بالمخيم، فين يطلعوا يعملوا سبور، فين يطلعوا يتعرفوا على عالم جديده، بنهن عم يعملوا رياضه، رياضه بتكسر الحواجز بين المجتمع اللي هن فيه والمجتمع اللي حواليهم. يمكن اكثر الاولاد بعمره بيكون بحبوا الفوتبول، بحبوا الباسكت، بس سكيت بورد هي رياضه جديده عليهم. العلاقة بين الكوتشي وبين الأولاد هيدا بتخلق خلينا شيء نسميه يخليهم يحبوا السبور أكثر، يصيروا يحمسون أكثر، أنت فيك تعمل هيدي ما فيك تعمل هيدي، بصيروا يتحدوا بعض، بصيروا بيتعلموا سكيلز أكثر، وهذا هدف الكوتشي يكونوا عم بيعلموهم السكيلز، يكونوا عم بيكونوا رفقة معهم بمعنى آخر. فذاتس واي هن بيجوا محمسين وبيجوا بدهم يلعبوا. عم نخلق لهم فرصة يطلعوا من الجو اللي هن فيه، جو السلب اللي هن عايشين فيه، ما عم بيروحوا على المدرسة وهن صغار وحابين يروحوا على المدرسة. يعني بكون الصف ببلش نسي تنتين، بتلاقي الأولاد عندنا بالملعب الساعة 12:30، فكتير محمسين بيجوا، كتير مبسوطين.